وبالتالي نتمنى لهم التوفيق في هذه المباراة، في قيادة هذه المباراة. صافرة حكم المباراة، العين يدخل هذه المباراة بخالد عيسى في حراسة المرمى، عبد الكريم تراوري، خالد هاشمي، وكوامي وإيريك على مستوى خط الدفاع. بينما في وسط الملعب لدينا بارك وبلاسيوس ومحمد عباس، بينما على الجهة اليمنى لدينا روميرو، وعلى الجهة اليسرى سفيان الرحيمي. ويتقدم هجوم فريق نادي العين اللي كان أمامنا في الصورة، وفي هذه اللقطة حاول أن يمر ويعدي في افتتاحية هذا اللقاء جوسنا الذي يعوض طبعا غياب لابا اللي عاد طبعا إلى التدريبات مع فريق نادي العين، ولكنه بالتأكيد فضل السيد كريسبو إراحته. لدينا في تشكيلة فريق نادي عجمان علي الحسني في حراسة المرمى، محمد إسماعيل، لدينا ميلوش وعبد الله الصالح وسعود السعيد رباعي خط الدفاع، بينما في وسط الملعب بلال يوسف، رفائيل دودو، عصام فايز، وفي الجهة اليسرى لدينا شيخاوي، أو في الجهة اليمنى شيخاوي، وفي الجهة اليسرى هناك علي بدن. ويتقدم هجوم فريق نادي عجمان آزارو، مباراة فيها تحدي كبير، فيها مرحلة البحث عن الثار الذي سقط فيه بالتأكيد فريق نادي عجمان هناك في معقل هزاء بخسارة كانت متوية مع انطلاقة هذا الموسم في الجولة الثالثة، ويريد من خلال هذه المباراة تعويض تلك الخسارة، بل ويريد أفضل من ذلك، أكثر من ذلك، يريد أن يبتعد أكثر ويوسع الفوارق مع القاع. كرة ومباراة تبدأ، الشيخاوي برجع الكرة للخلف عند بلال يوسف، بداية المواجهة، مباراة صعبة، صعبة للغاية، فيها الكثير بالتأكيد من الطموحات بالنسبة لفريق نادي عجمان اللي يبحث عن انتصار الأول التاريخي على فريق نادي العين هنا في معقلة، هنا في أرضه، والذي لم يتحقق من قبل حينما واجه العين في لقاءات عديدة. ويتمنى من خلال هذه المباراة أن تكون هي ليلة الانتصار وحصد الثلاث نقاط، ويعلم تماما بأن التعادل فريق نادي اتحاد كلبة بالأمس مع الجزيرة يجعل له الفرصة بأن يجعل كلبة يقترب أكثر من مناطق المعاناة، بل هو يبتعد أيضا على الجانب الآخر من مناطق المعاناة. بداية المواجهة، العين في مواجهة البرتقالي، العين بالتأكيد يبحث عن الانتصار في هذه المباراة، وثم التفكير أيضا في قادم الوقت. مواجهة لديه مواجهة مؤجلة أمام الجزيرة، ويريد أن يعيد بالتأكيد الفوارق إلى 5 نقاط مرة أخرى مع المتصدر الإمبراطور، ومن ثم التفكير في موقع ستكون هي الفاصلة على مستوى بطولة الدوري حينما يواجه الإمبراطور في ملعبه هناك في استاد هنزاع بن زايد. بداية المواجهة، العين بطموح كبير أيضا في هذا الموسم، القتال على 4 جبهات، وبالتالي يريد بالتأكيد الجبهة اللي يقاتل فيها اليوم هي جبهة الدوري، هي جبهة الدوري، ويعلم تماما بأن لا مجال للتوقف عن حصد النقاط، لا مجال للعثرات في هذه المباراة. مواجهة صعبة حتى وإن كان يلعب أمام عجمان اللي متواجد طبعا في مراكز متأخرة من بطولة الدوري. كرة اللعب وصلت إلى بارك، بداية المواجهة، كرة اللعب، هنا ضغط موجود من شيخاوي، لكن إيريك ما زال يحتفظ بكرته، يعيدها لحارس مرمى، الكرة تصل إلى خالد عيسى، مباراة كبيرة قدمها خالد عيسى في الأول بارك هناك في مواجهة العالمي النصر السعودي، لكن البرتقالي اللي يعلم بأن يعني نتيجة هذه المباراة حتى وإن كان أمام بطل من أبطال آسيا، حتى وإن كان من الكبار في آسيا، عليه أن ينتصر وعليه أن يستفيد من ذلك التعادل اللي طبعا حدث لاتحاد كلبة في مواجهة الجزيرة. كرة بتلعب داخل منطقة جزاء، محاولة سفيان رحيمي، مباراة كبيرة أعادت سفيان رحيمي للمنتخب المغربي، وبالتالي بنشوة ذلك الانتصار وبنشوة العودة أيضا للمنتخب المغربي اللي بالتأكيد سيتواجد معه سفيان رحيمي في المرحلة القادمة من هذا الشهر، سيكون بالتأكيد دافع لأن يقدم شيء أيضا في هذه المباراة، وأن يثبت بأنه واحد من الأسماء التي لا غنى عن مدرب المنتخب المغربي عنها في المرحلة القادمة. كرة فيها محاولة لكن بتتخلص، البرتقالي صعب على أرضه، البرتقالي المنتشي من ذلك الانتصار أمام الإمارات. هذه انطلاقة، علي بدر يتقدم، علي يحاول يمر، لكن التغطية عادت لمصلحة كوامي ولمصلحة الأسماء المتواجدة طبعا في دفاعات فريق نادي العين.
تاريخي يتحدث عن لقاءات عديدة، 11 مواجهة منذ بداية عهد الاحتراف. تأتي بالزعيم زائرا مرة أخرى هنا إلى ملعب البرتقالي. لدى الزعيم طبعا 9 انتصارات، تعادلين، وعجمان لم ينتصر في أي مباراة في جميع المباريات على ملعبه. وبالتالي العين سجل في لقاءات أمام فريق نادي عجمان 35 هدف، وبينما البرتقالي سجل 9 أهداف في مرمى الزعيم العينوي. كرة بتلعب لمصلحة فريق نادي العين، تعود في وسط الملعب عند بارك، بارك بيلعبها لإيريك على الجهة اليسرى. انطلاقة المباراة حمى البداية التي بالتأكيد يعاني منها الفريقين لقراءة بعضهما البعض في مباراة يعلم فيها تماما الزعيم، حتى وإن كان أوضاع البرتقالي في هذا الموسم لم تكن كالموسم الماضي، أو بالتأكيد يعاني فيها فريق نادي عجمان، إلا أنه بالتأكيد يحاول من خلال هذه المباراة أن يقدم مباراة يخرج فيها من الانتصار من هنا من معقل البركان في هذه المواجهة. البرتقالي هذه سادس مباراة على أرضه، تلقى 4 خسارات عند فوز وحيد على الإمارات في الجولة الماضية. خسر طبعا من النصر، خسر من الوحدة، خسر من اتحاد كلبة، وخسر من شباب الأهلي، بينما تعادل أيضا في مباراة وحيدة كانت هنا على ملعبه أمام فريق نادي حتى. ركنية يلعبها كاكو أمامية، محاولة تعود لمصلحة بارك. انطلاقة جماهيرية بشكل كبير لفريق نادي العين على مستوى طبعا المدرجات الموجودة والمخصصة للجماهير فريق نادي العين، الأمة العينوية التي تلاحق الزعيم أينما ذهب، تقول له لن تكون وحدك يا زعيم، بل نحن معك من على مدرجات، إن كانت هنا أو إن كانت هناك، إن كانت داخل الدولة أو خارج الدولة. وهذا ما شاهدناه حقيقة في مباراة أمام النصر في الأول بارك، جماهير كانت كبيرة عريضة ساندت الزعيم، وأخذ الزعيم منها الكثير في تلك المباراة، واستمد منها القوة، وكانت له عونا في تلك المباراة التي شرف فيها بالتأكيد الكرة الإماراتية. تصل الكرة لروميرو، محاولة المرور، الكرة تعود عادت مرة أخرى إلى سفيان رحيمي، بيوزع كرة هناك عند خالد الهاشمي، خالد بيحاول يرسل كرة إلى الأمام، عادت مرة أخرى كرة لمصلحة التراوري، يلعب لها كرة في محاولة لبارك، بارك بيحاول يسدد بارك وتسديده، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. محاولة كانت من بارك اللي واضح أمامنا في الصورة، شوف اللمسة الجميلة من سفيان، أيامك يا سفيان، أيامك يا سفيان، أجمل أيام سفيان هذه المرحلة، هذه المرحلة. هنا محاولة كانت عن طريق جوزنا يطالب فيها بوجود خطأ، بينما واضح لدينا ميلوش اللاعب السابق لنادي الجزيرة، واللاعب اللي طبعا يزين دفاعات فريق نادي عجمان في هذه المرحلة. كرة اللعب إلى الأمام عالية وطويلة، محاولة باتجاه الشيخاوي أو هنا أزارو، أزارو يحصل لك كرة ممتازة، أزارو يقدم دائما مباريات كبيرة، أزارو أمام الفرق الكبيرة، وبالتالي في هذه المحاولة كان يحاول يرسل كرة عرضية، بلال بيرجع الكرة، بلال ممتازة، الله الله هذه خطيرة عرضية، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. حلوة المحاولة، حلوة من قبل محمد إسماعيل، شوف خادها فيها إيريك، أرسلها في مكان لشيخاوي اللي حاول يرسل الكرة عرضية تونسي، ولكن الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. تحولت الكرة إلى ركلة ركنية أولى في اللقاء لمصلحة البرتقالي، لمصلحة فريق نادي عجمان. أجواء جميلة من على المدرجات، أجواء جميلة في هذه المباراة، كرة فيها ركنية، مجموعة من العناصر تتقدم قادرة على لعب الكرات بالرأس، مجموعة من الأسماء غائبة عن التشكيلة البرتقالية، عبد الرحمن ركان بداعي الإيقاف، وحسن عبد الرحمن بداعي الشعور ببعض الآلام واللي بالتأكيد فضل فيها المدرب إراحته عن هذه المباراة. بعد ذلك المجموعة مكتملة، بينما هنا لدينا ركنية مرسلة داخل منطقة الجزاء، بتبعد الكرة، بتتحول عملية تدوير على الجانب الآخر بالنسبة لتشكيلة المدرب الأرجنتيني كريسبو، وبالتالي يشرك بعض الأسماء الأساسية. كانت هذه كرة ومحاولة لكنها تطلع إلى خارج أرضية الملعب، بتتحول الكرة إلى ماذا؟ إلى ضربة مرمى ولا ركنية؟ أعتقد بأنها ركنية بالفعل، هكذا يشير حكم المباراة السيد محمد الهرموطي. جولة للبرتقاليون من أجل تحسين الأوضاع، نعم من أجل الهروب من القاعة،
وبالتالي في هذه المباراة حتى وإن واجهوا الزعيم فبالتالي يعني مواجهتهم للزعيم تعتبر واحدة من المباريات اللي بإمكانها أن تتحكم في مسار البرتغالي في هذا الموسم. وبالتالي هذه كرة عرضية عالية داخل منطقة جزاء خطيرة، ولكن يتدخل جوسنا في عودته لمساندة دفاعية كانت في اللقطة الماضية. محمد إسماعيل يرسل كرة إلى الأمام عالية وطويلة، ولكن الكرة بعيدة تطلع إلى خارج أرضية الملعب. نعم مهمة صعبة، حتى وإن كانت المهمة أمام الزعيم إيسايلا يعلم ذلك تماما، ولكن كل يغني على ليلى، ما بين من يتطلع لتقليص الفوارق في القمة وما بين من يتطلع لتوسيع الفوارق في القاع. وبالتالي مباراة فيها انعكاسية جميلة، ولكن الهدف واحد وهو بالتأكيد الخروج بنتائج جيدة من خلال هذه المواجهة. كرة اللعب وصلت في مكان على الجهة اليمنى، محاولة عينوية يلعبها كاكو، عادت من جديد المحاولة فيها سقوط، لكن حكم المباراة يأمر باستمرارية اللعب. هنا ارتداد بلال يرسل لك كرة أمامية باتجاه أزارو، يحاول يسيطر عليها أزارو ولكن يخسرها في اللقطة الماضية، يخسرها أزارو. نعم جولة في الدور الثاني، تتغير فيها الأوجه على مستوى المنطقة الفنية لدى كلا الفريقين. إيريك في محاولة تسديدة من إيريك، ولكن الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب. محاولة جميلة كانت من إيريك، تطلع الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أرقام كبيرة للزعيم على مستوى الإحصائيات في هذا الموسم فيما يقدمه، إن كان على مستوى بطولة الدوري أو إن كان على مستوى بطولة دوري أبطال آسيا، على مستوى طبعا الوصول إلى نهائي كأس الرابطة وضرب موعد مع الوحدة في ديربي سيكون كلاسيكو الإمارات على مستوى إعادة سيناريو النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة، وأيضا على مستوى بطولة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. ما زال طبعا أيضا العين يقاتل من أجل الوصول إلى مراحل متقدمة في هذه البطولة. هذا هو كريسمو يتغنى على مرحلة الوقوف القادم، مرحلة يعني الفيفا دي، وبالتالي يعني سيكون توقف جيد لإعادة والتقاط الأنفاس. هذه كرة ملعوبة على الجهة اليسرى، ما زالت محاولة للبرتغاليون، كرة من أجل الانتصار ومن أجل تحقيق البسمة الأولى هنا في تاريخ لقاءات الفريقين. تسديدة يا الله، خالد عيسى يتصدى للكرة الماضية. خالد عيسى من يحمل شارة بندر الأحبابي في هذه المباراة على مستوى قيادة فريق نادي العين، يتصدى للكرة كما تصدى أيضا لكرات عديدة في المراحل الأخيرة جعلته وجعلت أسهم هذا الحارس ترتفع كثيرا حقيقة على مستوى الأداء الجيد لخالد عيسى. شاهدنا طبعا على مستوى طبعا بطولة كأس الرابطة عمل مباراة كبيرة، تصدى فيها لركلات ترجيح كثيرة، عمل مباراة كبيرة أيضا أمام النصر ذهابا وإيابا على مستوى بطولة دوري أبطال آسيا، عمل مباراة كبيرة كذلك في مواجهة لبنياس الأخيرة على مستوى بطولة الدوري، وبالتالي يريد من خلال هذه المباراة أيضا قيادة فريقه في المرحلة القادمة لانتصارات العين. الزعيم البصمة الذي يضرب في الصميم، هذه كرة لإيريك عرضية داخل منطقة الجزاء لكنها بتتخلص، الله تسديدة لكن أيضا بتتخلص من قبل دفاعات البركان في اللقطة الماضية. هل يسقط الزعيم الليلة في فوهة البركان أم يستطيع الخروج من هذا البركان بانتصار؟ كرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب، تتحول الكرة إلى رمية أو ركلة ركنية لصالح فريق نادي العين. هذا هو سفيان لكن أمام محمد إسماعيل، أبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركنية. مجموعة من العناصر في هذه اللقطة، سفيان يرسل لها كرة عرضية عالية لكن بارك، والكرة بالرأس إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى آخر لقاء كما ذكرت كانت فيها خسارة قاسية، كان فيها يعني انتصار قاسي من قبل الزعيم بسداسية في تلك المباراة، بالتأكيد يعني أزمت الأمور في مرحلة أولى عانى فيها فريق نادي عجمان من انطلاقة هذا الموسم. الأمة العنوية حاضرة
الأمة العناوية. أينما ذهب الزعيم ستكون حاضرة، أينما ذهب الزعيم ستكون متواجدة. هو يستمد قوته منهم وهم أيضا يستمدون القوة منه، وبالتالي في هذه المباراة أيضا حاضرين على مدرجات ملعب نادي عجمان. كرة تلعب لصالة فريق نادي عجمان، تعود الكرة للخلف عند بارك. ربع ساعة على انطلاقة المباراة، لا جديد يذكر ولا قديم حتى يستحق الذكر في هذه المباراة. لم نشاهد أي لقطات خطيرة سوى لقطات كانت فيها نسبة الخطورة قليلة. هنا الكرة ملعوبة من روميرو، ترجع الكرة من جديد، عمل مباراة كبيرة روميرو في مواجهة النصر وأسكت الكثير من الأفواه التي تتحدث عن أن روميرو لا يليق بالزعيم في هذه المرحلة، لكن يقدم مباريات جميلة روميرو. هذه كرة تلعب على الجهة اليسرى، أيضا على مستوى الأرقام إذا ما تبحرت في أرقام روميرو ستجد أن في غرابة على مستوى طبعا انتقادات هذا اللاعب، ولكن روميرو يقدم لوحة جميلة يكمل فيها لوحة الزعيم في هذا الموسم. كرة تلعب لمصلحة فريق نادي العين على الجهة اليمنى، على الجهة اليمنى ما زالت عند عبد الكريم تراوري، عادت من جديد لخالد الهاشمي في وسط ملعب المباراة. التمريرة أو محمد عباس يلعب الكرة لإيريك، إيريك يحاول يتخلص يسقط، والشيخاوي يرتكب خطأ في اللقطة الماضية، خطأ على الشيخاوي اللي واضح أمامنا في الصورة، البديل طبعا بالعربي في هذا الموسم يحمل ذات الرقم اللي كان طبعا مع بالعربي اللي رحل طبعا وذهب للانضمام للفرقه الشرجاويه. كره بتلعب في مكان فيها محاوله لمصلحه العين، يا سلام من بلاسيوس، عرضيه ولكن الكره عرضيه الى خارج ارضيه الملعب، بتطلع الى رمية تماس لصالح فريق نادي او ضربه مرمى لصالح فريق نادي عجمان. او شوف اللقطه، هذا هو عبد الكريم تراوري ارسل الكره عرضيه وبالتالي مرت وعدت واصبحت ضربه مرمى لصالح فريق نادي عجمان. هناك ما زالت العقده التي يتمنى البركان الخروج منها، وهو يعني واللي يعلم فيها تماما بان التاريخ لم ينسى ولن يتناسى ولن يبتسم له في تاريخه في مواجهاته امام فريق نادي العين هنا في ارضه. تخيل في 11 مباراه في استاد راشد لم يحقق فيها الانتصار على الزعيم في تاريخه. هذه كره محاوله وركله جزاء، ركله جزاء، سفيان يتسبب في ركله جزاء كالعاده، وفرصه للتقدم يا زعيم، فرصه للتقدم يا زعيم في الوقت اللي كنا نتحدث فيه عن العقدة. محمد إسماعيل يقع في ذات العقدة، في ذات العقدة وفي ذات الشرك أمام سفيان رحيمي. شوف اللقطة، نعم يتدخل على سفيان وبالتالي ركلة جزاء للعين، ركلة جزاء للعين واضحة تماما، ما فيها شك. نعم كانت في اللقطة الماضية في 11 مباراة في استاد راشد لم يحقق فيها طبعا البرتقالي انتصار على الزعيم في تاريخه، في 9 انتصارات للعين وثلاث مباريات انتهت بالتعادل ما بين الفريقين. لكن هذه مباراة أخرى يا سفيان، هذه نظرات أخرى يا سفيان. هل يسجل سفيان؟ هل يفتتح اللقاء سفيان؟ هل يضع الكرة في المرمى سفيان؟ نتابع ونشاهد سفيان في مواجهة المرمى، سفيان في مواجهة الحسني، والزعيم يبحث عن التقدم، يبحث عن ضربة أولى في المباراة، الزعيم يبحث عن الضربات في كل الاتجاهات، الزعيم يضرب في كل الاتجاهات، نعم يا سفيان، الزعيم يقاتل في كل الجبهات يا سفيان، الزعيم لا يعرف سوى الانتصارات يا زعيم، يا زعيم ما الذي تريد من هذا الموسم؟ يقدم مباراة في أولها ضربة مبكرة من علامة الجزاء، ضربة مبكرة من علامة الجزاء يتقدم فيها سفيان بالضربة الأولى، يسجل سفيان خامس أهدافه في هذا الموسم من علامة الجزاء. يضع الكرة، يضع حارس المرمى علي الحسني في جهة وخذها في جهة وردها إن استطعت إلي يا علي الحسني، هكذا يقول سفيان رحيمي يتقدم للزعيم الذي يبدأ بالضرب في الصميم في هذه المباراة بضربة أولى من علامة الجزاء. إذن الزعيم يتقدم بالضربة الأولى، هدف مقابل شيء، هدف مقابل شيء.
لم ينتظر الزعيم كثيرا لكي يصل لمرمى البرتقالي، وكان الوصول عن طريق سفيان الرحيمي هو اللي تسبب في ركلة جزاء، أو تسبب يعني محمد إسماعيل معه في ركلة جزاء، وبعد ذلك هو من سجلها. إيريك يبحث عن الثاني، هذه خطيرة. جوسنا محاولة للتسديد ولكن الكرة تتخلص، عادت من جديد، الكرة توصل لعبد الكريم تراوري، منا إلى بارك، لمسة لسفيان، سفيان باتجاه عبد الكريم، ولكن الكرة طالت، مبعدة، عادت من جديد لمصلحة فريق نادي عجمان. راح نشوف ردة الفعل الآن من الفرقة البرتقالية. إيسايلا يختبر مبكرا في هذه المباراة أمام الزعيم العلاوي، يقع في الاختبار المبكر من علامة الجزاء اللي سجلها سفيان الرحيمي. الكرة تلعب لصالح فريق نادي العين على الجهة اليمنى، هذا هو عبد الكريم تراوري يلعب الكرة لبارك، بارك تعود منه الكرة مرة أخرى لبلاسيوس، بلاسيوس يرجع الكرة مرة أخرى إلى كوامي يتقدم، كوامي يطالب بالاقتراب من سفيان، لكن هذه الكرة تلعب إلى الأمام، بلاسيوس عدا، هذه الكرة لجسنا خطيرة في مكان، يا الله، أوهوهو، جول! الله يا كريسبو، الله يا كريسبو، ما الذي فعلوه في اللقطة الماضية؟ ما الذي تبادلوه في اللقطة الماضية؟ بلاسيوس الأولى، جوسنا الثانية، بلاسيوس الرابعة، أوهوهو، يا الله، هدف يدخل مرمى والشباك البرتقالي عن طريق عبد الكريم تراوري، يضعها في المرمى، يضعها في المكان المستحيل، في المكان اللي لا يمكن إعادة مرة أخرى، وهدف أول لهذا اللاعب في مسيرته مع الزعيم، في مسيرته مع العيناوي، يتقدم بهدف ثاني الزعيم في هذا اللقاء. إذا ضربة ثانية موجعة يا إيسايلا، ضربة ثانية موجعة، تتلقى ضربات الأولى ثم الثانية، هكذا تلقاها كايو زاناردي هناك في معقل هزام، وفي هذه المباراة تبدأ الضربات للزعيم. عموما كرة اللعب لصالح فريق نادي عجمان، حتى وان تاخر عجمان بهدفين قادر على العوده، عنده امكانيات، وهذه هي الامكانيات، عنده ورس الكوره، ولكن الكره الى خارج ارضيه الملعب، يبعدها المدافع، يبعدها كوامي، يبعدها صمام الامام العناوي، يبعدها الى خارج ارضيه الملعب. حلوه عرضيه كانت من سعود السعيد، ولكن هنا كوامي يبعد الكره الى خارج ارضيه الملعب، تحولت الى ركنيه، تحولت إلى ركنية. بلال يوسف، بلال على تنفيذ الركنية، كرة عالية داخل منطقة الجزاء، بتمر من الجميع، مرت من الجميع، مطالبة ستكون برمية التماس لصالح فريق نادي عجمان، لكن هنا حكم المباراة يحتسبها لصالح فريق نادي العين. كان واضح تماما بأن هناك ربما لامس أحد لاعبي فريق نادي العين، لكن حكم المباراة يأمر بلعب رمية التماس لصالح فريق نادي العين. كرة مع بلاسيوس، من شارك في صناعة هدف جميل بتمريرات جميلة رائعة لفريق نادي العين. كرة تلعب هناك على الجهة اليمنى، عادت في انطلاقة لصالح فريق نادي العين، عبد الكريم تراوري يلعب الكرة، عادت لبارك، استلام من بلاسيوس، بلاسيوس يرسل كرة أمامية عالية، لكن محمد إسماعيل بيخلص الكرة، تعود مرة أخرى لصالح فريق نادي عجمان. رفائيل دودو، رفائيل مهندس الفريق طبعا في هذه المرحلة في كتيبة السيد إيسايلا، وصلت الكرة لعلي مدن، علي بيرجع الكرة مرة أخرى لبلال، بلال في وسط الملعب لرفائيل أو عصام فايز، عصام بيلعب الكرة على الجهة اليسرى، عادت لسعود سعيد مرة أخرى لعصام، عصام لبلال يوسف، بلال يتقدم إلى الأمام، يرسل كرة أمامية، لكن تغطية حاضرة من دفاعات فريق نادي العين، وعن طريق المتألق في المباراة عبد الكريم تراوري، حاول في أكثر من مناسبة عبد الكريم تراوري، واستطاع التسجيل في نهاية المطاف في مرمى فريق نادي عجمان. هذا هو الجمهور البرتقالي الحاضر من على المدرجات. رمية التماس ملعوبة، الكرة تلعب تعود هنا، وصلت عند إيريك،
إيريك يتقدم على الجهة اليسرى. إيريك مازنة الكرة مع إيريك بفضل التمرير والعودة لمحمد عباس. محمد عباس لبار بارك في وسط الملعب. شوف أفضلية واضحة تماما لفريق نادي العين على مستوى طبعا الأداء وعلى مستوى طبعا الاحتفاظ بالكرة وعلى مستوى التنويع وعلى مستوى النتيجة وعلى مستوى المباراة. حتى الآن العين هو من يتقدم، لكن هنا كرة محاولات للعودة، محاولات للعودة للالتزام مرة أخرى. كرة من شيخاوي يلعب الكرة لسعود السعيد على الجهة اليسرى. سعود بمر الكرة لشيخاوي، شيخاوي يرسل لك كرة عرضية عالية، ولكن كل العرضيات دائما ما تذهب بهذه الطريقة، وهناك مطالبة موجودة رمية التماس بالفعل لصالح فريق نادي عجمان. سفيان رحيم يشوف عودة لمساندة الدفاعات. هذه كرة ترجع في مكان لبلال، يا سلام عصام لبلال من جديد. الكرة ترجع للخلف ينتظرها ميلوش. عادت الكرة من جديد في وسط ملعب المباراة لعصام فايز. يمتلك المقومات ويمتلك الأسماء فريق نادي عجمان. 14 نقطة في البطولة، البحث عن النقطة رقم 16 أو ربما يعني 17، ولكن حتى الآن المباراة تذهب باتجاه فريق نادي العين اللي يتقدم طبعا بنتيجة المباراة بهدفين مقابل لا شيء. سفيان رحيمي، سفيان على جهة اليسرى يلعبها لإيريك. إيريك لبارك. تنوع عدم مركزية واضح تماما في أداء ولاعبي فريق نادي العين. تجد مرة بارك على جهة اليسرى، تجد مرة يعني مكان يتواجد بلال، هنا محمد عباس، شوف كاكو، شوف التمريرات، شوف تراوري واللمسات، ولكن الكرة تطلع في نهاية المطاف إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. تطلع الكرة إلى رمية التماس، رمية التماس الزعيم اللي شرفنا حقيقة على مستوى طبعا بطولة آسيا، والزعيم دائما ما يشرفنا. هو أكثر نادي إماراتي شارك، هو أكثر نادي إماراتي لعب، هو أكثر نادي إماراتي حقق الفوز، هو أكثر نادي إماراتي سجل، هو أكثر نادي إماراتي جمع النقاط، هو أكثر نادي إماراتي تأهل من المجموعات، هو أكثر نادي إماراتي تأهل إلى دور الستاش، والأكثر تأهلاً إلى دور الثمانية والأربعة، هو الأكثر نادي إماراتي تأهل للنهائي. هذه كرة خطيرة فوتها، ولكن الكرة بتتخلص. هو أكثر نادي وهو النادي الوحيد اللي سجل طبعاً نفسه كبطل لهذه البطولة في 2003. كرة ترجع لمرة أخرى لمصلحة البرتقالي. شيخاوي يرسل الكرة أقصى الجهة اليسرى وتسديد على الطاير، ولكن الكرة من علي مدد إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. قالها كريستيانو، قالها كريستيانو للزميل العزيز محمد الهوتي، قالها ستكون ريمونتادا، لكن وين يا رونالدو؟ وين يا رونالدو؟ الريمونتادا لو كانت عندك عادة على العين ما تمشي هذه العادة، على العين ما تمشي هذه العادة. وبالتالي عاد الزعيم بانتصار كبير من تلك الليلة، من تلك المباراة اللي تألق فيها جميع عناصر الزعيم، تألق فيها خالد عيسى، تألق فيها سفيان، تألق فيها مقاتلي العين. سفيان يتقدم وعرضية ومطالبة بخطأ، والكرة تتخلص من قبل دفاعات فريق نادي عجمان. تألق فيها حتى الجمهور اللي راح وساند العين، نقول لهم شكرا شكرا شكرا، عدتم جابوا الخبر طيب، جابوا الخبر طيب. كرة تلعب على الجهة اليمنى لصالح فريق نادي العين. محاولة بترجع لمصلحة اللاعب بارك. عادت الكرة لخالد الهاشمي، خالد بيلعب الكرة لعبد الكريم تراوري. عبد الكريم محاولة على الجهة اليمنى لصالح فريق نادي العين. وصلنا للدقيقة 30 من عمر شوط المباراة الأول، وما زال النتيجة 2 لا شيء لزعيم العيناوي على حساب البركان البرتقالي. ترجع الكرة من بلال يوسف لمحمد إسماعيل،
لمسة من أزارو، لكن الكرة بتتخلص، المطالبة في محاولة لكن بتتخلص الكرة بشكل سليم من بلاسيوس. حكم المباراة يأمر باستمرارية اللعب، كرة لبارك على الجانب الأيمن وصلت لعبد الكريم تراوري، انطلاقات جميلة تراوري، انطلاقات رائعة تراوري، هذه كرة بتلعب لأبو بكر أو عبد الكريم تراوري، تلعب في مكان محاولة سفيان، لكن أيضا تمركز دفاعات فريق نادي عجمان، لكن خطفها جوسنا هيئها في مكان، محاولة لمحمد عباس لكن الكرة تتخلص، عادت من جديد تراوري يرسل الكرة عرضية عالية داخل منطقة الجزاء، عادت لبلاسيوس سيطر عليها، لعبها لإيريك نظرة ثم إرسال الكرة إلى الأمام، والمحاولة بتتخلص من عصام فايز أمامية، لكن يرجع يخلصها خالد الهاشمي، خالد يلعب الكرة لبارك، خالد لبارك، هنا كرة فيها لمسة باتجاه جوسنا، ولكن التدخل يأتي من عبد الله الصالح مدافع فريق نادي عجمان. كرة بتلعب انطلاقة لأزارو أو الشيخاوي ينطلق، شيخاوي ما زالت الكرة مع شيخاوي، ينتظر مساندة طبعا بطبيعة الحال، هو يلعب أمام أكثر من لاعب عيناوي في مرحلة الارتداد في اللقطة الماضية، لكن هنا بكرة باتجاه شيخاوي داخل منطقة الجزاء، يتدخل كواميه ويبعد الكرة كواميه من أمام طبعا الشيخاوي في المحاولة الماضية، والكرة تصبح رمية تماس لصالح فريق نادي العين. عجمان ما بعد طبعا 14 جولة، وطبعا نلعب في الجولة 16 عند مباراة مؤجلة فريق نادي العين، واللي أجلت طبعا حديثا بداعي يعني سوء الأحوال الجوية، لكن من 14 مباراة حقق 3 انتصارات، تعادل في 5 مباريات، 6 خسارات بالنسبة للفرقة البرتقالية، 14 نقطة، بينما العين عنده أيضا مباراة مؤجلة أمام الجزيرة، ومن 14 جولة 10 انتصارات، تعادل وحيد وطبعا 3 خسارات، التعادل كان مع بنياس مؤخرا و 31 نقطة من خلال هذه المباراة، يسعى لاستعادة المركز الثاني بل واقتلاع من شباب الأهلي. كرة اللعب على الجهة اليسرى، محاولة إلى الأمام، بتتخلص الكرة لصالح فريق نادي العين، وصلت الكرة على الجهة اليمنى لكن أيضا تبعد إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس، يبعدها عبد الله الصالح المسؤول طبعا من مراقبة جوسنا، اللاعب اللي يعتبر يعني في شبه كبير، في شبه كبير من لابا، في أداء كبير من أو مشابه للابا. كرة اللعب تعود إلى كوامي بيرجع الكرة مرة أخرى إلى خالد عيسى، خالد يلعب الكرة هناك عند عبد الكريم تراوري، عبد الكريم يتألق ويرسل كرة أمامية ممتازة، روميرو جوسنا في محاولة المرور، ما زالت الكرة خطيرة، وصلت لإيريك أمام المرمى، فرصة محاولة للتسديد خطيرة، ولكن التصدي حاضر من دفاعات فريق نادي عجمان، عادت للشيخاوي يلعب لك كرة إلى الأمام، ترجع مرة أخرى إيريك يسقط، وبالتالي أزارو يتقدم بكرة، تطلع الكرة من بلاسيوس مبعدة إلى خارج أرضية الملعب. زعيم ثاني طبعا، أكثر فريق سجل في بطولة الدوري، وثاني أقوى خط دفاع في بطولة الدوري، والفريق اللي بالتأكيد إذا ما انتهى في هذه المباراة بانتصار سيصبح ثاني الدوري ووصيف الدوري حتى هذه اللحظة، والمتقدم ما زال طبعا الإمبراطور ب 42 نقطة. كرة تلعب عرضية خطيرة مرت من كوامي، مثل هذه الأخطاء أمام أزارو بالتأكيد سيستفيد منها، لكنها عدت أيضا على أزارو في اللقطة الماضية. بارك بيرجع الكرة لإكوامي مرة أخرى، كرة لإيريك على الجهة اليسرى، 34 مواجهة جمعت الفريقين بالمناسبة على مستوى جميع البطولات ما بين الزعيم والبرتقالي، 25 انتصار للزعيم مقابل 4 انتصارات للبركان، وخمس مباريات انتهت بالتعادل، وبالمناسبة عبد الكريم التراوري سجل الهدف رقم 100
سجل الهدف رقم 100 في تاريخ مواجهات الفريقين في كل البطولات، في كل البطولات. هذا هو عبد الكريم التراوري. إذا لم تعلم ذلك فعليك أن تعرف أنت صاحب الهدف رقم 100، أنت صاحب المئوية في تاريخ مواجهات الفريقين في كل البطولات، في كل البطولات. بينما 33 هدف سجلهم طبعا فريق نادي عجمان، ويبحث عن الهدف رقم 34 في هذه الانطلاقة على الجهة اليسرى. وصلت للبحريني علي مدن على الجهة اليسرى. علي مدن بيرجع الكرة مرة أخرى لعصام فايز، عرضية من عصام يزارو. الله الله يا أزارو، حلوة الكرة براسية جميلة من وليد أزارو. الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى خارج أرضية الملعب. ملعوبة حلوة كانت من عصام فايز، وحلوة أيضا من أزارو. حاول أن يرسلها في الزاوية الصعبة على خالد عيسى. يعرف تماما بأن خالد عيسى من الحراس التي تعرف جيدا كيفية التقاط الكرات وكيفية صد الكرات، وبالتالي حاول أن يصعبها على خالد عيسى، ولكنها مرت جانبية إلى خارج أرضية الملعب. زعيم في هذا الموسم وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، إلى نهائي كأس الرابطة، إلى دور الثمانية في كأس سيد صاحب السمو رئيس الدولة، وما زال يلاحق الإمبراطور على لقب الدوري. وبالتالي الأربع جبهات ما زالت مفتوحة وما زالت ممكنة بالنسبة للزعيم. الكرة تلعب على الجهة اليسرى، مرسلة أمامية في محاولة لأزارو. وليد لكن مضايق، متابعة من خالد الهاشمي، صافرة وخطأ، خطأ يحتسبه حكم المباراة لمصلحة وليد أزارو. إذن لدينا ربما إنذار على خالد الهاشمي، إنذار على خالد الهاشمي ربما في هذه اللقطة اللي يسقط فيها طبعا وليد أزارو. بالفعل إنذار على خالد الهاشمي. آخر لقاء جمع الفريقين هنا في استاد راشد، بالمناسبة واحدة من النقاط اللي أهدرها العين في الموسم الماضي في سباقها على اللقب، انتهت بالتعادل 1-1. سجل في تلك المباراة علي مدن، وسجل إيريك على الجانب الآخر، وركلة جزاء كانت مهدرة من لابا. كانت الجولة الأولى افتتاحية الموسم. هذه كرة للشيخاوي، عرضية داخل منطقة جزاء، ولكن أيضا التدخل حاضر وإبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب لرمية تمس. رمية تمس، لكن في الإياب في ذلك الموسم انتهت المباراة 5-1، ثنائية لابا وثنائية يارميلينكو، وهدف سجل طبعا بندر، وكل الأسماء التي يعني قلناها خارج تشكيلة هذه المباراة، وهدف وحيد أيضا كان لبريستيج مبونغو في تلك المباراة أيضا، اللي بعيد من هذه المباراة واللي غادر طبعا كشوفات نادي عجمان. هذا هو كريسبو، سيواجه الهلال، سيواجه إلى الهلال، ولكن اطمئن، اطمئن يا كريسبو. ليس العين هو من يأخذ تلك الأرقام التي تلقيتها يا كريسبو في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي. ليس العين، ليس زعيم. عموما كرة ستلعب لصالح فريق نادي العين. كوامي يبدأ الهجمة. نقترب من نهاية مجريات شوط المباراة الأول. صافرة وخطأ لعصام أو على عصام. شوف اللقطة، شوف المحاولة، شوف الباكورد الجميل اللي حاول طبعا فيه وليد أزارو بعد أن أرسل له الكرة بهذه الطريقة محمد إسماعيل، لكن الكرة جلت. يا الله يا الله يا أزارو، لو كانت باتجاه المرمى لكان واحد من أجمل أهدافك على الإطلاق في بطولة الدوري منذ أن التحقت بالفرقة البرتغالية. كرة اللعب ترجع لإيريك. إيريك في زيارته في آخر زيارة، سجل إيريك في تلك المباراة، في مباراة التعادل 1-1 هنا على مستوى طبعا تواجده في الاستاد راشد بن سعيد. الكرة تلعب لصالح فريق نادي عجمان او لمصلحة فريق نادي العين عفوا. خالد الهاشمي يلعب الكرة لعبد الكريم التراوري. عبد الكريم يلعب الكرة لبارك، تعود مرة أخرى. كوامي
هل ينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الزعيم بهدفين مقابل شيء أم هناك كلمة ستكون للفرقة البرتغالية فيما تبقى من عمر المباراة؟ كوامي بلمسة يلعبها لمحمد عباس، ممتازة، الله على نقلات سلسة عند سفيان، سفيان الله على كرة يا سفيان، الله على كرة يا سفيان، لكن طالت مرت الكرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت لضربة مرمى لمصلحة فريق نادي عجمان. هذه هي الأمة العلوية، الجمهور الأجمل والأحلى، والجمهور اللي دائما حينما يتواجد من على أي مدرجات يشعرك بأن المباراة لها قيمة كبيرة، لها قيمة كبيرة، لها قيمة كبيرة. وبالتالي من قيم هذه المباراة هو وجود طبعا جمهور فريق نادي العين بكثافة هنا في هذه المباراة وعلى مدرجات هذه الليلة. هذه كرة ملعوبة لصالح فريق نادي العين على الجهة اليمنى، محاولة من ريميرو، يا سلام، لمسة ثم غمزة في محاولة ما زالت من بارك، عادت باتجاه محمد عباس لكن يحاول يسيطر عليها الشيخاوي، الشيخاوي، الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب أو ما زالت عند إيريك، رجع لمحمد عباس، من محمد لكوامي، كوامي محاولة إبعاد الكرة من عصام فايز، في اللقطة الماضية كان فيها بعض التهور لكن عدت ومرت، أصبحت الآن لصالح فريق نادي العين على الجهة اليمنى. كرة تلعب إلى الأمام في مكان خلف المدافعين، وصلت عرضية لا وجود لمن يتابع، لا وجود لمن يتابع، هنا إيريك يتقدم في محاولة لكن بترجع مرة أخرى لمصلحة الشيخاوي، الشيخاوي هيكل يلعب الكرة لمحمد إسماعيل، محمد إسماعيل لهيكل، لهيكل الشيخاوي بيرجع الكرة للخلف عند ميلوش، ميلوش يرسل الكرة إلى الأمام، محاولة من جديد لبلاسيوس، عادت مرة أخرى كرة أمامية باتجاه وليد أزارو، وليد، ولكن خالد الهاشمي بالمرصاد يخلص الكرة من أمام وليد أزارو، وتحولت الكرة إلى رمية جانبية لصالح فريق نادي عجمان. رمية جانبية ملعوبة بشكل سريع لعلي مدن، يكسب من خلالها ركنية، يكسب من خلالها ضربة ركنية علي مدن. شوف المحاولة من علي مدن، ولكن شوف التغطية من بارك، لاعب له أدوار، له مهام، لا يمكن بالتأكيد أن تعرف ما مدى قيمتها بارك، لكن يقدم عمل كبير جدا على مستوى طبعا هذه المباراة، ويبعد كرة أيضا من أمام طبعا في اللقطة الماضية من أمام علي مدن. تحولت الكرة إلى ركنية، كرة فيها ركنية، الشيخاوي على التنفيذ، مجموعة من عناصر الفرقة البرتقالية تتقدم إلى الأمام، ترجع الكرة هذه مخطوفة تعود مرتدة الآن، لكن هناك التغطية حاضرة من محمد إسماعيل المتراجع واللي يرجع الكرة لحارس مرمى علي الحسني. لدينا حراس مرمى هم طبعا كباتن الفريقين في هذه المباراة. كرة تلعب إلى الأمام عالية وطويلة لكن الكرة أقرب لإكوامي، سيطر على كرة كوامي، يرسلها إلى الأمام عالية، استقبال الكرة من رأس من محمد إسماعيل، عادت مرة أخرى إلى بارك، بارك يسلم كرة لخالد الهاشمي، خالد الهاشمي يلعب الكرة لبلاسيس. تستمر المباراة، نقترب من نهاية مجريات الشوط الأول، لم يتبقى الكثير على نهاية مجريات شوط المباراة الأول، هل هناك مزيد من الأهداف فيما يعني ما تبقى من عمر المباراة، أم هناك المباراة ستنقل إلى قسم آخر في شوطها الثاني؟ نشاهد ونتابع. بلاسيوس، بلاسيوس بيرجع الكرة لمصلحة بارك، بارك إلى كوامي، كوامي يسلم الكرة لخالد الهاشمي، خالد يتقدم إلى الأمام، مطالبة من بلاسيوس بإرسال الكرة باتجاهها، لكن خالد الهاشمي يفضل التمرير باتجاه بارك، هناك يعني احتكاك ما بين بارك وما بين وليد أزارو، لكن تستمر بورا، وصلت لإيريك، الكرة على الجهة اليسرى يخسرها إيريك، وبالتالي تطلع الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تطلع الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس، كرة مع الشيخاوي لمصلحة فريق نادي عجمان. عصام فايز يلعب الكرة هناك عند عبد الله صالح، عبد الله صالح يتقدم خطوات إلى الأمام، يطالب لاعبي أيضا بالتقدم، يريد أن يكسب مساحة، ما زالت الكرة مع عبد الله صالح، يرسلها لكن يكسب من خلالها رمية جانبية لمصلحة فريق نادي عجمان، رمية جانبية، سنرى ما الذي سيفعل سيد إيسايلة
للخروج من هذه المباراة بأقل الخسائر. كرة تلعب على الجهة اليسرى، وليد أزارو مضطر، وليد أزارو شوف في أكثر مناسبة شاهدنا وليد أزارو مضطر لأن يخرج من منطقته، من المكان اللي المفروض أنه يكون فيه، يتربص بمرمى خالد عيسى لاستلام الكور وبداية وصناعة الهجمات، وبالتالي هذا لابد أن ينتبه له سيد إسايلة. كرة تلعب الآن لمصلحة خالد عيسى، خالد يلعب الكرة لإيريك، إيريك في محاولة التقدم إلى الأمام يلعب الكرة لبلاسيوس، يتقدم بلاسيوس في وسط الملعب، بلاسيوس ما زالت الكرة معاه لكن الآن يمررها لعبد الكريم التراوري، واحد من أفضل من أنهى النقلات الجميلة لفريق نادي العين في شوط المباراة الأول وسجل من خلالها هدف المباراة الثانية. كرة ملعوبة ممتازة خطيرة، يا الله هذه فرصة أمام المرمى ولكن تصل سهلة، تصل سهلة لحارس المرمى علي الحسني، يا سلام على استقبال الكرة كان من ريميرو، حاول فيها بشكل جميل ولكن الحلو لم يكتمل في اللقطة الماضية. دقيقتين وقت محتسب بدل ضايع، دقيقتين وقت محتسب بدل ضايع، هل تسعف الفرقة البرتغالية لتقليص الفوارق، لتقليص الفارق ما بينها وما بين فريق نادي العين لكي تصبح المأمورية أسهل في شوط المباراة الثاني؟ هل يسجل البرتغالي ويسعف نفسه قبل الذهاب إلى غرف الملابس أم يجعل المباراة فيها فوارق بهدفين مقابل لا شيء حتى إشعار آخر؟ كرة تلعب لمحمد عباس، محمد عباس على جهة اليسرى يلعب لك كرة لإيريك، يعدي إيريك ممتازة المحاولة بتتخلص، عادت مرة أخرى لفريق نادي عجمان لكن سرعان ما تتحول مرة أخرى لصالح فريق نادي العين. عند بارك، بارك يرسل الكرة هناك عند عبد الكريم التراوري، عبد الكريم لروميرو، روميرو بمر الكرة لبارك، بارك بحاول يمر لكن يفكر في التمرير، ما زالت الكرة خطيرة للعين، بلاسيوس وتسديدة، تسديدة قوية ولكن تصدي جميل من الفرقة البرتغالية ودفاعاتها في اللقطة الماضية. تعود الكرة لبارك، تمريرة خاطئة من بارك يستعيدها لاعبي فريق نادي عجمان لكن الكرة مبعدة من عصام فايز إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية، إلى خارج أرضية الملعب. شوف هذا بلاسيوس والتسديدة اللي كانت باتجاه المرمى ولكن التصدي الجميل اللي كان من دفاعات فريق نادي عجمان ومن عبد الله صالح. هنا احتكاك ما بين بلال يوسف وكذلك اللاعب محمد عباس. مرحلة قادمة سيتوقف فيها الدوري، مرحلة قادمة ستكون من أجل التجمع القادم لمنتخبنا الوطني وبالتالي أسماء ستكون عليها أن تفتح صفحة جديدة في تاريخ المسيرة مع المنتخب الوطني بقيادة بنتو. الكرة تلعب إلى الأمام بينما هنا سيداتي أنساتي سادتي مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان من الجهد بالنسبة لفريق نادي عجمان. صافرة حكم المباراة تبدأ شوط المباراة الثاني. كرة لصالح فريق نادي عجمان، سنرى كيف سيتعامل كلا الفريقين فيما تبقى من عمر المباراة خصوصا فريق نادي عجمان المطالب طبعا بالعودة، المطالب بتقليص الفارق أولا ومن ثم العودة للمباراة بهدف التعادل، بينما أيضا على الجانب الآخر الزعيم العناوي سيكون أكثر رغبة في الوصول مرة أخرى لمرمى فريق نادي عجمان فيما تبقى من عمر المباراة. هناك صافرة من قبل حكم المباراة تعلن عن وجود خطأ، يعلن السيد محمد الهرمودي وجود خطأ ضد اللاعب وليد أزارو. هذا هو إسايلة المدرب اللي مطالب طبعا بمأمورية صعبة في هذا الموسم واللي استلم طبعا إرث ثقيل جدا من السيد كايو زناردي الذي قاد فريق نادي عجمان مع انطلاقة هذا الموسم، والإرث بالتأكيد يجعل يحمل في عاتقه طبعا اخراج فريق نادي عجمان من وضعيه حرجه في هذا الموسم هو محاوله الابتعاد اكثر من المناطق المظلمه واللي يتواجد فيها فريق نادي الامارات وفريق نادي حتى. فريق نادي الامارات طبعا بثمانيه نقاط اثر طبعا انتصاره في هذه الجوله على فريق نادي خرفكان في مباراته الاولى التي ينتصر فيها على ملعبه. رفع رصيده الى ثمان نقاط. تجمد نقاط فريق نادي حتى عند الخمس نقاط وبالتالي 14 نقطة، تبدو الفوارق جيدة بالنسبة لفريق نادي عجمان مع فريق نادي الإمارات ولكن
يعني القادم أكثر من مباريات، بإمكانه طبعا أن تجعل الأمور أكثر سوءا إذا ما استمرت نتائج فريق نادي عجمان بالتراجع. خطأ على اللاعب عبد الكريم التراوري، سجل وأنهى جملة، يعني جملة التيكي تاكا التي كانت في شوط المباراة الأول ما بين لاعبي فريق نادي العين. هذه كرة ملعوبة على الجهة اليمنى، مرسلة ولكن بتتخلص من قبل دفاعات فريق نادي العين. على الجهة اليسرى وصلت لسفيان رحيمي بيلعبها بشكل ممتاز، هذه انطلاقة على الجهة اليسرى لكن تطلع الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية لصالح فريق نادي العين. رمية تماس لصالح فريق نادي العين. مباراة جماهيرية فيها المدرجات يعني ممتلئة، فيها مدرجات برتقالية ممتلئة، مدرجات عينوية أيضا ممتلئة، وبالتالي شاهدناه في شوط المباراة الأول تستمتع بأداء الزعيم اللي قدمه في شوط المباراة الأول. كرة اللعب على الجهة اليسرى، محاولة تمرير كرة من إريك لكن تطلع الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية، أبعدها محمد إسماعيل إلى خارج أرضية الملعب، هو اللي تسبب طبعا في ركلة الجزاء في شوط المباراة الأول مع اللاعب سفيان رحيمي. كرة اللعب إلى بارك، بارك بيرجع الكرة، هناك صافرة، صافرة خطأ على اللاعب بارك اللي واضح أمامنا في الصورة، جونج بارك، خطأ على جونج بارك وبالتالي صافرة من قبل حكم المباراة تعلن عن وجود خطأ، لكن هذه انطلاقة ممتازة على الجهة اليسرى لصالح فريق نادي عجمان، عرضية خطيرة ولكن الكرة تطلع مبعدة من خالد الهاشمي، تطلع الكرة مبعدة من خالد الهاشمي يبعدها إلى خارج أرضية الملعب بعد محاولة كانت من جيان لوكا اللي واضح أمامنا في الصورة. جالوكا مينيز يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رافائيل دودو على تنفيذ الركنية لصالح فريق نادي عجمان. راح نشوف الرغبة ومدى الرغبة في العودة للمباراة من الفرقة البرتقالية. هذه ركنية، مجموعة من العناصر تتقدم تتوغل داخل منطقة جزاء فريق نادي العين، عرضية عالية ولكن كل العرضيات بهذا الأداء وبهذا الأسلوب تطلع الكرة إلى خارج أرضية الملعب، بتتحول إلى ضربة مرمى لصالح فريق نادي العين. هذا هو رافائيل دودو صاحب التمريرة الماضية، إيسايلا يعلم تماما بأنه يواجه فريق تختلف في الكثير من المقومات التي يمتلك، لديه بالتأكيد مواجهة صعبة أمام فريق صعب. كرة اللعب لصالح فريق نادي العين، بارك تمريرات حلوة لفريق نادي العين في وسط الملعب، سفيان رحيمي بمرور الكرة لبلاسيوس، لمسة على الجهة اليمنى وصلت لعبد الكريم تراوري، عبد الكريم بيرجع الكرة للخلف مرة أخرى إلى بارك، بارك يمررها لمحمد عباس، محمد عباس لكوامي على الجهة اليمنى وكوامي يرسل الكرة إلى الأمام لكن هناك مطالبة بوجود خطأ لمصلحة اللاعب جوسنا، حكم المباراة يأمر باستمرارية اللاعب. محمد إسماعيل الشوط الثاني يبدأ، خمس دقائق مرت على انطلاقة الشوط الثاني وما زالت النتيجة كما هي عليها، خمسة دقائق تجعل النتيجة 2-0 في شوط المباراة الثاني، تستمر بهذه الطريقة تقدم العين بهدفي كل من سفيان رحيمي واللاعب أبو بكر التراوري أو عبد الكريم التراوري. خالد الهاشمي يلعب الكرة على الجهة اليسرى لإكوامي، إكوامي بمررها هناك عند إريك، إريك بلمسة أمامية يرسلها باتجاه جوسنا، الكرة بتتخلص من أمام جوسنا، عادت برتقالية في وسط الملعب، خطأ يطالب فيه لاعبة نادي عجمان لكن أزارو، أزارو يرسل كرة خطيرة ولكن الكرة لا تصل لجانوكا، أقرب الكرة لحارس المرمى خالد عيسى. واحد من الحراس طبعا بلا شك المتواجدين في التجمع القادم لمنتخبنا الوطني، على مستوى حراس مرمى استدعاهم طبعا الجهاز الفني البرتقالي لمنتخبنا الوطني، تواجد خالد عيسى وخالد توحيد وكذلك علي حسين. لدينا بطاقة صفراء ستكون من قبل حكم المباراة السيد محمد الهرمودي، سقوط أحد لاعبي فريق نادي عجمان وبالتالي جوسنا يتلقى بطاقة صفراء الآن بعد تداخل واشتراك مع اللاعب بلال يوسف. خطأ لصالح فريق نادي
عجمان. من عجمان طبعا لدينا عصام فايز ضمن تشكيلة منتخبنا الوطني ستكون. من العين طبعا يحيى نادر، خالد الهاشمي، حازم محمد، وخالد عيسى. كرة تلعب لصالة فريق نادي عجمان، أمامية محاولة على الجهة اليمنى وصلت لرافائيل دودو، يرسل كرة داخل منطقة الجزاء لكن أيضا بالرأس يبعد الكرة المدافع الكبير طبعا كوامي. عادت مرة أخرى لأزارو، تتخلص من أمام أزارو، بلاسيوس بيرجع الكرة لإكوامي. شوف الضغط اللي يمارسه لعيبة فريق نادي عجمان في الضغط على دفاعات فريق نادي العين، وهذه كرة فيها صافرة فيها خطأ، يعلن عنها حكم اللقاء خطأ لصالح إريك اللي واضح أمامنا في الصورة. إريك يتلقى خطأ من قبل حكم المباراة بعد التدخل اللي كان من وليد أزارو في اللقطة الماضية. كرة ترجع الآن لصالة فريق نادي العين، خالد الهاشمي بتمريرة لبلاسيوس لخالد، تعود الكرة من جديد، سيرسل الكرة بطبيعة الحال إلى الأمام في ظل هذا الضغط، يرسلها أمامية لكن سعود سعيد يرجع الكرة برأسه، عادت إلى جيانلوكا، تطلع الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس لصالة فريق نادي عجمان، يسارعون الوقت بالتأكيد، ما عندهم وقت. فرقة البرتقالية قريبة من خسارة مباراة أخرى وخسارة نتيجة أخرى أمام فريق نادي العين، واستمرارية العقدة التي تقول بأن الفرقة البرتقالية في تاريخ اللقاءات لم يسبق لها أن انتصرت على فريق نادي العين في أي مباراة جمعت الفريقين هنا يا إسائلة في هذا الملعب. كرة أمامية عالية أقرب لخالد عيسى، أقرب لخالد عيسى، من جديد الكرة توصل لأبارك. ختام الجولة 16، ارجاع طبعا مباراة العين لآخر أيام الجولة لإعطاء المزيد من الفرصة المزيد من الراحة، ما بعد طبعا رفض تأجيل مباراة اتحاد كلبة التي جمعت ما بين اتحاد كلبة وفريق نادي العين. هذا الآن تبديل سلطان الشمسي اللاعب اللي سجل طبعا في المباراة الأخيرة واحد من الأهداف المهمة كانت في تلك المباراة أمام النصر في بطولة دوري أبطال آسيا، سيكون بديلا لجوسنا اللي هو بديلا لعبد الكريم التراوري، لا جوسنا بيانفي سيغادر أرضية الملعب. جوسنا بيانفي يغادر أرضية الملعب تاركا المكان لسلطان الشامسي بديلا في شوط المباراة الثاني لسيد كريسبو هرنان كريسبو. بينما هنا اللاعب جوسنا يصافح طبعا كريسبو الرجل الذي كان مهاجما للكثير من المحطات في تاريخه. كرة تتحول إلى ركلة ركنية لصالة فريق نادي العين، ركلة ركنية للعين، ركلة ركنية لصالة فريق نادي العين. مجموعة من الأسماء على التنفيذ، لدينا روميرو على تنفيذ الركلة الركنية لصالة فريق نادي العين. مجموعة من الأسماء تجيد الكرة الرأسية، يتركها روميرو لبلاسيوس، بلاسيوس على تنفيذ الركنة الركنية، ترسل داخل منطقة الجزاء، محاولة ما زالت مستمرة لصالة فريق نادي العين. إيريك وتسديدة قوية ولكن الكرة بتصطد في أحد عناصر فريق نادي العين وتطلع إلى ضربة مرمى، تطلع الكرة إلى ضربة مرمى لصالح فريق نادي عجمان كما يشير حكم المباراة. أول تغييرات المباراة بإنزال اللاعب سلطان الشامسي، حكم مباراة السيد محمد الهرمودي يأمر بإيقاف اللعب، ربما هناك يعني الشك بوجود لمسة يد، حكم مباراة الآن يعني أخذ الأوكي، ما في خطأ داخل منطقة الجزاء. عموما كرة تلعب لعبد الله صالح، تعود لعلي الحسني، نتيجة المباراة ما زالت تقدم العين بهدفي كل من سفيان رحيمي وعبد الكريم تراوري. الكرة تلعب على الجهة اليسرى، تطلع الكرة من جديد تعود لعبد الكريم تراوري. يلعب كرة إلى الأمام، محاولة لبلاسيوس، بلاسيوس ما زال يحتفظ بكرته
لوكاكو بيرجع الكرة خاطئة وصلت لوليد، وليد خطيرة، وليد ممكن تقليص الفارق، مطالبة بالخطأ لكن حكم المباراة يأمر باستمرارية اللعب. مطالبة كانت في اللقطة الماضية بوجود خطأ لوليد أزارو لكن حكم المباراة أمر باستمرارية اللعب، لا وجود لخطأ في اللقطة الماضية. تعود من جديد لصالح فريق نادي عجمان، في رغبة واضحة تماما من لعيبة فريق نادي عجمان بتغيير حال المباراة، التقدم إلى الأمام، ما عندهم شيء يخسروه، لابد أن يذهبوا بأقوى إمكانياتهم للأمام. سعود سعيد يرسل الكرة عرضية عالية، مسارة خطيرة بالرأس، شيخاوي ما الذي يفعل؟ والكرة بتتخلص، تتخلص الكرة، تعود من جديد الكرة لصالح فريق نادي العين عند كاكو، يلعب الكرة إلى الأمام لسفيان رحيمي، خطير سفيان، ممكن يعدي سفيان، ما زال يحاول ولكن الكرة تصل لمصلحة حارس المرمى، لمصلحة حارس المرمى علي الحسني. بتلعب الكرة من جديد عصام أو بلال يوسف، يلعب الكرة بلال على الجهة اليمنى، وصلت لمحمد إسماعيل، محمد يرسل كرة أمامية، مطالبة بوجود خطأ بالفعل، حكم المباراة يحتسب خطأ لوليد أزارو، خطأ على كوامي، خطأ على كوامي، علي بدل طبعا غادر أرضية الملعب تاركا المكان للجانلوكا موريس. هذه كرة تلعب إلى الأمام ولكن أقرب الكرة لحارس المرمى اللي واضح أمامنا في الصورة خالد عيسى، لكن شوط أول كان رائع للعين، شوط ثاني في أكثر اندفاعا لفريق نادي عجمان. محاولة الوصول إلى مرمى خالد عيسى والمأمورية كل ما مر فيها الوقت تصبح أكثر صعوبة على الفرقة البرتقالية أن تصل لما تريد أمام فريق نادي العين، لابد أن تبذل يعني قصارى جهدك. هذه الكرة تصل إلى إريك، إريك بمر الكرة على الجهة اليسرى، في انطلاقة عناوية على الجهة اليسرى، محاولة التقدم عن جهة اللاعب محمد عباس لكن التغطية حاضرة من عناصر ودفاعات فريق نادي عجمان. الكرة تطلع مبعدة إلى خارج أرضية الملعب، تطلع الكرة مبعدة إلى خارج أرضية الملعب، حاول فيها شيخاوي ولكن أبعدت من أمام الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت لرمية جانبية، رمية جانبية. في تاريخ اللقاءات منذ بداية عهد الاحتراف وما زالت الكلمة عناوية في كل لقاء يجمع الفريقين، في كل نزال يجمع الفريقين، التاريخ يتحدث عن تاريخ طويل ممتد منذ لقائهم الأول وصولا للقائهم الأخير في 23 مواجهة جمعت ما بين الفريقين في دوري المحترفين. طبعا انتصار وحيد لفريق نادي عجمان مقابل 19 انتصار للعين وتعادلا كان في 3 مواجهات. كرة بتلعب في مكان ممتاز، بلال في محاولة، هذا هو دودو، دودو يلعب الكرة لجانلوكا، عرضية خطيرة، ضاعت، ضاعت يا وليد أزارو، ضاعت فرصة تقليص الفارق على وليد أزارو. شوف اللقطة كانت من جانلوكا ممتازة لكن عدت من أمام وليد أزارو، لم يتوقعها أن تمر من كوامين، لم يتوقع الكرة أن تمر من كوامين وبالتالي عدت، مرة تحولت إلى ركنية لصالح فريق نادي عجمان، تحولت إلى ركنية. ساعة كاملة من عمر المباراة يقترب فريق نادي عجمان الآن، الشيخاوي على مستوى ركنية يرسلها عالية داخل منطقة الجزاء، بتمر من الجميع، مرت من الجميع، وصلت إلى لمصلحة اللاعب روميرو يمررها أمامية، تعود الكرة لسعود سعيد مرة أخرى، جانلوكا مرة أخرى، عصام فايز، عصام لبلال، بلال يغير اتجاه اللعب تماما، هناك أقصى الجهة اليمنى استقبال الكرة من هيكل الشيخاوي، الكرة ما زالت مع هيكل، يفضل عودتها لمحمد إسماعيل، منها لبلال يوسف، بلال لعصام، عصام في وسط ملعب المباراة، محاولة لإيجاد ثغرة باتجاه مرمى خالد عيسى ولكن الثغرات لا تتواجد أمام الزعيم، عادت الكرة مرتدة، سلطان الشامسي بيمرر الكرة على الجهة اليسرى لإيريك، إيريك يستقبل كرة تبي يمررها لبلاسيوس، بلاسيوس بيرجع الكرة لبارك،
بارك من جديد المحاولة في وسط ملعب المباراة ملعوبة لخالد الهاشمي. خالد بمرر الكرة لعبد الكريم التراوري، عادت مرة أخرى من كاكو إلى عبد الكريم التراوري، بيرجع الكرة من جديد لمصلحة اللاعب خالد الهاشمي. كوامي بدأ انتشار واضح عيناوي، لكن الكرة يخسرها في اللقطة الماضية. سلطان الشمس تطلع إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية جانبية لمصلحة البرتقالي عجمة. كرة بتلعب أقصى الجهة اليسرى، فيها لمسة جالوكا، تتخلص الكرة، روميرو يلعب الكرة لبارك، من بارك لبالاسيوس إلى روميرو، محاولات تبادل كرات، محاولة لسحب لاعبي فريق نادي عجمان. الكرة مع بالاسيوس، الضغط يستمر، يبدأ الضغط من وليد أزارو، من دودو، من كذلك اللاعب جالوكا، ولكن يستطيع زعيم الخروج من هذا الضغط ويرسل الكرة لكوامي على الجهة اليسرى. عادت مرة أخرى لبارك، بالاسيوس تقدم خطوة إلى الأمام، خطوتين إلى الأمام، ثلاث خطوات يا بالاسيوس، مرة وعد، وأرسل كرة على الجهة اليمنى لتراوري. تراوري على الجهة اليمنى، اكتشاف جديد في الفرقة العينوية. عبد الكريم تراوري يقدم مباراة كبيرة، بل ويسجل أيضا في هذه المباراة. الكرة عند اللاعب بارك، بيرجع الكرة لدفاعات خالد الهاشمي، يستلمها مرة أخرى لمحمد عباس، لبارك، تمركز دفاعات ولاعبي فريق نادي عجمان في مناطقهم، انتظار أن يخرج أو تخرج الكرة باتجاه مرماهم، وهنا سقوط على أرضية الملعب وخطأ ضد اللاعب جيالوكا. الانتصار الوحيد اللي حققه طبعا فريق نادي عجمان في تاريخه أمام فريق نادي العين. هذا هو الانتصار الوحيد في 23 مباراة جمعت ما بين الفريقين، وبالتالي يبحث عن انتصار أول هنا في ملعبه. العقدة المستمرة لفريق نادي عجمان ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، وحتى هذه اللحظة يتقدم فريق نادي العين بهدفين مقابل لا شيء. رحيمي أو بالاسيوس يلعب الكرة لبالاسيوس مرة أخرى، ترجع الكرة لخالد الهاشمي، لروميرو، لبالاسيوس، هذه الكرة وصلت لعبد الكريم التراوري بما تمريرة لسلطان الشامسي. يا سلام، هذه كرة خطيرة لرحيمي، ولكن يتدخل في اللقطة الماضية حارس المرمى علي الحسني، وحكم المباراة يحتسب خطأ على رحيمي في اللقطة الماضية، خطأ على رحيمي أو وضعية تسلل، راح نشوفها، وضعية تسلل كانت على سفيان رحيمي صاحب هدف المباراة الأول. سفيان رحيمي في 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 هذا الموسم ساهم في تسجيل 6 أهداف مع الزعيم. كرة اللاعب إلى الأمام عالية وطويلة، 6 أهداف ساهم فيها طبعا سفيان رحيمي في مواجهاته أمام فريق نادي عجمان، سجل 4 أهداف وتمريرتين حاسمتين في تاريخه مع مواجهات فريق نادي عجمان. هنا كرة اللعب إلى الأمام، محاولة باتجاه سفيان رحيمي على الجهة اليمنى، سفيان ما زالت الكرة معه، سفيان بيرجع الكرة لعبد الكريم التراوري، عبد الكريم لسفيان، لكن الضغط يستمر من دفاعات فريق نادي عجمان عن طريق اللاعب عصام فايز. عصام بيتخلص، عصام، وهنا لدينا تدخل قوي من سفيان رحيمي وصافرة من قبل حكم المباراة، خطأ لمصلحة اللاعب عصام فايز اللي واضح أمامنا في الصورة. شوف تخلص عصام فايز، لكن لاحق في اللقطة الماضية طبعا سفيان رحيمي. سفيان رحيمي اللي يعيش أفضل فترات حياته في هذه المرحلة، يعود فيها طبعا للمنتخب المغربي، وما زال على أرضية الملعب عصام فايز ساقط. حكم المباراة يطمئن، أوه حتى أنت يا علي الحسن.
يعني هو ناقص حسام فايز، يعني حسام فايز ساقط على أرضية الملعب ويعاني من إصابة. جاء علي الحسني وكمل عليه، جاء علي الحسني وكمل عليه وداس على إيده، سلامات يا عصام. هذا الهدف الأول اللي سجله سفيان، وهذه الجملة اللي انتهت حلوة وجميلة لفريق نادي العين عن طريق اللاعب عبد الكريم تراوري. تيكي تاكا عينوية، تيكي تاكا عينوية رائعة، انتهت بابتسامة. هنا الكرة وصلت والفرحة اكتملت، وسجل العين الهدف الثاني، وأعجب كثيرا كثيرا كريسبو بهذا الهدف وبهذه النقطة، يعبر عن إعجابه بلمسات جميلة كانت من قبل لاعبي في النقطة الماضية. شوف نسبة الاستحواذ ونسبة الامتلاك اللي طبعا كانت في ملعب المباراة، ويبدو بالتأكيد العين هو الأفضل. الجماهير سعيدة، تعيش فترة جميلة، تتطلع للآسيوية، تتطلع بالتأكيد إلى العودة لمعانقة اللقب الغائب منذ 2003، لقب بطولة دوري أبطال آسيا والتي وصل فيها الزعيم مرتين، ولكنه خسر المباراة النهائية في السنوات الماضية، ولكنه يسعى للعودة مرة أخرى للآسيوية. الآسيوية صعبة قوية، ولكن على العين، على العين، على العين، يعني إن شاء الله تكون سهلة سهلة، والعودة تكون مرة أخرى إلى منصة تتويج هذه البطولة وهذا اللقب الذي غاب عن الزعيم منذ 2003. تعود الكرة من جديد مرة أخرى لصالح فريق نادي عجمان. عصام فايز يقول لعلي الحسني: لما أكون أنا ساقط على أرضية الملعب إياك إنك تيجي جنبي. اي والله داس على ايده مسكين. عموما كرة تلعب من جديد لصالح فريق نادي عجمان، امامية يخلصها روميرو بلمسة، تعود مرة اخرى لعصام، عصام لروميرو، تمريرة لسفيان، سقوط وتدخل وخطأ من ميلوش لمصلحة سفيان رحيمي. هذا هو ميلوش، كوزانوفيتش يرتكب خطأ في اللقطة الماضية. كرة من جديد لصالح فريق نادي العين، روميرو بمرر الكرة لكوامي، تستمر المباراة. وصلنا لآخر 20 دقيقة من زمن شوط المباراة الثاني، الدقيقة 70 وما زال عجمان يحاول. كرة بتلعب الآن، يا سلام جيالوكا، يا عيني الكرة لو مرت، لكن تدخل دفاعي سليم من خالد الهاشمي في اللقطة الماضية. عادت لعصام فايز، عصام بيحاول يتخلص، عصام تعود الكرة لجيالوكا، هجمة جديدة للبرتقاليون، البركان الذي ما زال لم يثور في مباراة الليلة، يبحث عن لحظة الثوران في هذه اللقطة. محاولة ومداخل منطقة جزاء ترسل، ولكن الكرة بتتخلص. خطأ من ميلوش، خطأ من ميلوش، لو خطفها سفيان، لو خطفها سفيان، وهنا لدينا خطأ وارتكاب خطأ واضح تماما وإنذار للاعب ميلوش. يعلم تماما ما مدى خطورة طبعا سفيان رحيمي، وبالتالي ما عنده إمكانيات، ما يمكن على الإطلاق أن يفكر في مجاراة سرعة طبعا سفيان رحيمي، سيخسر بلا شك اللاعب طبعا ميلوش، وبالتالي كنت شوف 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 الانطلاقة كانت قوية من سفيان، وبالتالي سقط سفيان إثر يعني اعتداء من اللاعب ميلوش، وبالتالي بطاقة صفراء، بطاقة صفراء على ميلوش. شوف نسب المباراة والانطلاقات، أكثر جهة ينطلق منها العين هي الجهة اليسرى في مقابل الجهة الثانية، أيضا تركيز يعني على الجهة اليسرى أكثر، ثم يأتي في الجهة اليمنى، ومن ثم منتصف ملعب المباراة بالنسبة لفريق نادي الأهلي. لدينا تبديل قادم، تبديل قادم لصالح فريق نادي الأهلي، راح نشوفه بعد قليل، أو تبديلين. عمر الزيني يستعد، وكذلك هنا كرة عرضية عموما داخل منطقة الجزاء، وتتخلص، تتخلص الكرة، تعود مرتدة الآن من محمد إسماعيل، يرسل لك كرة أمامية، لو عدت، لو عدت، ولكن لم تمر في اللقطة الماضية. شيخاوي بمرر الكرة
بلال يوسف، استقبال كرة ممتازة، هذه محاولة فيها انطلاقة، سعود سعيد يرسل الكرة لجيانلوكا، جيانلوكا يبحث عن عرضية داخل منطقة الجزاء ولكنها سهلة، سهلة في أحضان حارس المرمى خالد عيسى، في أحضان حارس المرمى خالد عيسى، ما زال التبديل لم يجرى بعد بالنسبة لكتيبة العين، ترجع الكرة لخالد الهاشمي، خالد اعتقد ان شوط المباراة الاول كان اكثر يعني سرعة، كان اكثر اداء من كلا الطرفين، كان اكثر رغبة للفريقين في التسجيل. تعود الكرة من جديد، لمسة على جهة اليسرى طالت مرت الى خارج ارضية الملعب، تحولت الى رمية جانبية. الان سيجرى التبديل، سلطان الشمسي كان البديل الاول، الان التبديل سيكون بنزول اللاعب عمر الزيني ونزول اللاعب درامان كوماري. راح نشوف البدلاء، خالد الهاشمي سيغادر ارضيه ملعب المباراه، مجهود كبير لخالد الهاشمي، يستحق طبعا ان يغادر ارضيه الملعب للاستراحه. درامان كوماري ينزل لارضيه الملعب بديلا فيما تبقى من عمر المباراه، وكذلك بارك يغادر ارضيه الملعب تاركا المكان لعمر الزيني. بينما على الجانب الاخر ايضا السيد دانيال ايزايلا يسحب خدمات اللاعب رافائيل دودو وينزل خدمات اللاعب روكي مارسيانو. اذا الاسماء التي ستكمل بقيه المباراه، شوف اللقطه، هذا احمد عبد الله الهداف في زماناته، احمد عبد الله لاعب كبير في تاريخ العين، وما زال بالتاكيد حينما نشاهد المنطقه الفنيه ولا نجد فيها احمد عبد الله نشعر بان هناك خطا، ما نشعر بان الموضوع فيه خطا كبير، لان احمد عبد الله منذ ان كان لاعبا وبعد ان ترك واعتزل كان مربوطا في كل تلك السنوات مع فريق نادي العين بالمنطقه الفنيه، لا يغادرها على الاطلاق، رجل من رجالات العين اللي مرت في تاريخ العين. كرة اللعب سفيان، هرب سفيان، خطيرة، ممكن جول، الله رحيمي، إن كان موجودا لا تطمئن لوجوده يا علي الحسني، يسجل الهدف الثالث للعين، يسجل الضربة الثالثة للعين، هدف ثالث للعين عن طريق سفيان رحيمي، عن طريق رحيمي يضع الكرة في المرمى محرزا الهدف الثالث، والهدف الثاني له شخصيا في هذه المباراة، والهدف السادس له في مسيرة مع نادي العين في هذا الموسم. شوف اللقطة، شوف اللمسة وصلت من عمر الزيني، بلمسة عمر الزيني أخطأ عبد الله صالح، خرب في اللقطة الماضية سفيان رحيمي يسجل الهدف الثالث بتسديدة قوية سكنت الشباك، يتقدم العين بالهدف الثالث ويعمق جراحات البرتقالي، يعمق الجراحات أكثر، سفيان رحيمي يضع البصمة في مرمى فريق نادي العين ويرفع الأهو القبعة هذا الرجل احتفالا بالهدف الثالث، هدف ثالث إذا لصالح فريق نادي العين. تصبح الامور اكثر صعوبه على فريق نادي عجمان، في اخر ربع ساعه استطاع طبعا ان يسجل، هذه الكره يكسب من خلالها وليد ازارو، ركله ركنيه لصالح فريق نادي عجمان. حاول وليد ازارو منذ بدايه المباراه بان يكون يعني داعما لفريقه في المقدمه، الجهة اليسرى عند فريق نادي عجمان هي الجهة الأكثر انطلاقا باتجاه مرمى فريق نادي العين، لكن بدون فاعلية. الآن إيسايلا يتلقى بطاقة صفراء، هناك في احتجاج من إيسايلا، شوف دانيال إيسايلا خرج من طورة وفي احتجاج واضح تماما من إيسايلا. عموما تحولت الكرة إلى ركنية،
مجموعة من عناصر فريق نادي عجمان تتقدم إلى الأمام، كرة ترسل داخل منطقة الجزاء، لكن سفيان رحيمي، شوف سفيان رحيمي، شوف الواجبات الدفاعية من سفيان رحيمي، يلعب دور المدافع في اللقطة الماضية ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركنية أخرى لصالح فريق نادي عجمان. ركنية أخرى، الشيخاوي هيكل يرسل كرة عرضية عالية، لكن هذه المرة خالد عيسى يبعدها، خالد تعود من محمد إسماعيل لمنطقة الجزاء بالرأس مبعدة، مرة أخرى تعود عبد الله الصالح يرسلها على الجانب الأيمن، وصلت لوليد أزارو، وليد يرسل الكرة، وليد عالية من وليد، ولكن الكرة كل الكرات العرضية غريبة من فريق نادي عجمان، لا تستثمر أو لا تصل بالشكل المطلوب للاعبي فريق نادي عجمان. الآن ارتداد سريع، محاولة تتخلص، وصلت إلى بلال يوسف، بلال يلعب الكرة للجان لوكا لبلال، مرة أخرى بلال ممكن يعرض لك كرة يكسب من خلالها ركنية، يبعدها اللاعب البديل في شوط المباراة الثاني اللي واضح أمامه في الصورة درامان كوماري، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركنية. هذا هو بيلاسيوس، أو هذا هو عفوا إيريك، ظهير عصري بمعنى الكلمة. جان لوكا على تنفيذ الركنية لصالح فريق نادي عجمان، مجموعة من الأسماء تتقدم، هذه كرة عرضية بالرأس المطالبة بلمسة يد في اللقطة الماضية، لكن حكم المباراة يأمر بالاستمرارية لا وجود لخطأ، هذه كرة فيها نقلة مرتدة الآن لكن بتتخلص من قبل عناصر فريق نادي عجمان، هذه انطلاقة الشيخاوي بيمرر الكرة في الجهة اليمنى، محاولة المرور والكرة ما زالت، محاولة طبعا اللاعب اللي نزل قبل قليل روكي مارسيانو، لكن الكرة تتخلص من روكي مارسيانو. عادت مرة أخرى الكرة في وسط الملعب لروميرو يكشف المنطقة جيدا ويمر الكرة، ولكن أيضا بتتخلص روكي مارسيانو من جديد في وسط الملعب، تمريرة أمامية باتجاه وليد أزارو وخروج حارس المرمى خالد عيسى، يلعب دور الليبرو في اللقطة الماضية ويبعد الكرة برأسه خالد عيسى، في ارتقاء بالمستوى للاعبي فريق نادي العين حقيقة. من كل مباراة لمباراة تشعر بأن فريق نادي العين الرتم قاعد يطلع. اختلفت التشكيلات بالنسبة للسيد كريسبو، لكن الأداء واحد، الانسجام واحد، القوة واحدة. كرة تلعب لصالح فريق نادي عجمان أو لمصلحة فريق نادي العين. بلاسيوس تلعب على الجهة اليسرى، كرة ترسل أمامية من روميرو، ممتازة لإيريك، يا سلام هذه عمر تسيني في محاولة، ولكن الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. هذا هو ميلوش عند إنذار، إثر طبعا احتكاك بسفيان رحيمي، بينما هنا عمر تسيني البدلاء في شوط المباراة الثاني، هذا صاحب الهدف الثاني طبعا عبد الكريم تراوي، هذه اللمسة اللي في لمسة يد على كوامي كانت أو على درامان، في لمسة يد لكن اليد ثابتة، ربما أشار حكم المباراة بهذه الطريقة. عموما هنا تغيير حدث الآن وفي تبديل ثاني، محمد عباس يغادر، حازم عباس ولينزل لإكمال المباراة مع الرفاق. إذا التغييرين راح نشوف التغيير الثاني كذلك. عموما كرة اللعب أليخاندرو روميرو أيضا غادر، خالد البلوشي هو اللي نزل بديلا لروميرو، كرة اللعب إلى الأمام، هذه لمسة بالرأس باتجاه وليد أزارو، وليد بهي كرة لجان لوكا، لكن أيضا الكرة تتخلص من قبل عناصر فريق نادي العين، صافرة من قبل حكم المباراة وخطأ. خلاص وصلنا للدقيقة 80 من عمر اللقاء، 10 دقائق تفصلنا على نهاية المواجهة، العين يقترب من تحقيق العلامة التي كان يبحث عنها، وهي قطع خطوتين منتظرتين كانت أمام عجمان وأخرى مؤجلة أمام فريق نادي الجزيرة للاقتراب أكثر من المتصدر الإمبراطور. سيصل طبعا فريق نادي العين إلى 44 أو 34 نقطة، سيكون في المركز الثاني وخلفه طبعا شباب الأهلي، وعنده مباراة مؤجلة
عند مباراة مؤجلة. عموما كرة تصل للشيخاوي، الشيخاوي بينما سيتجمد رصيد فريق نادي عجمان، والأمور ستصبح كما هي عليها. طبعا في أسفل جدول الترتيب، عجمان في المركز الثاني عشر، اتحاد كلبة في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد، بينما الإمارات في المركز الثالث عشر في مناطق المعاناة وحتى في المركز الأخير. وجانلوكا في محاولة، الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى لخالد عيسى، ضربة مرمى لخالد عيسى. شوف اللقطة ومحاولة جانلوكا في اللقطة الماضية لكنها عدت، مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. عيسى عليه أن يفكر في مكان ليس مكان لا يتواجد فيه زعيم، مكان لا يتواجد فيه زعيم. عند مباراة ستكون أمام اتحاد كلبة، الكرة تحولت إلى ركنية، في الجولة القادمة سيستضيف اتحاد كلبة. هذه الكرة داخل منطقة الجزاء لكن خالد عيسى يبعد الكرة الماضية. بلال يوسف يسترد الكرة مرة أخرى لصالح فريق نادي عجمان. بلال يلعب الكرة للشيخاوي، عرضية من الشيخاوي داخل منطقة الجزاء لكن خالد عيسى يبعد الكرة بقبضة يده تعود مرة أخرى. مباراة حاسمة ستكون في مشوار المعاناة في هذا الموسم في الجولة القادمة. خالد عيسى كذلك يبعد الكرة، الشيخاوي يحاول يسترد الكرة ولكن عناصر ولاعبي فريق نادي العين تتخلص الكرة من جديد. هجمة مرتدة لصالح فريق نادي العين لكن هنا في وسط التغطية طبعا يظهر اللاعب سعود سعيد، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. مباراة ستكون طبعا حاسمة على مستوى مشوار المعاناة في 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 المباراة القادمة بالنسبة لفريق نادي عجمان، لأن فريقين بنفس النقاط في نفس المراكز الأخيرة. وهنا عبد الله صالح يتلقى إنذار من قبل حكم المباراة السيد محمد الهرمود. شوف هنا سقوط على أرضية الملعب لأحد عناصر فريق نادي العين، سلطان الشامسي، إثر التدخل الأخير من عبد الله صالح. قمة تنتظر الزعيم في الجولة القادمة بعد التوقف، سيواجه فيها الملك الشرجاوي في واحدة من المباريات أيضا اللي راح ترسم معالم مسيرة الزعيم في هذا الموسم. مباراة طبعا الشارجة انتهت بالتعادل أمام النصر، شوف نسبة الاستحواذ 32 لعجمان مقابل يعني كل البقية من النسبة لفريق نادي العين. نسبة الاستحواذ كبيرة للعين 68% لفريق نادي العين. يخرج العين منتصرا بثلاثة أهداف مقابل شيء. عموما خمس دقائق تفصلنا على نهاية المباراة. كل محطات العين القادمة ستكون هي بمثابة مباريات حاسمة في مشواره في بطولة الدوري. سيقابل الشارجة، سيقابل بعدها النصر، سيواجه بعدها الجزيرة. يعني شوف ثلاث مباريات وراء بعض لفريق نادي العين، لابد أن ترسم ملامح طبعا هذا الموسم لفريق نادي العين إذا ما أراد طبعا الحصول على لقب البطولة أو منافسة طبعا واستمرارية الصراع ما بينه وما بين الإمبراطور على لقب بطولة الدوري. كرة اللعب على الجهة اليسرى، هناك صافرة وخطأ لصالح فريق نادي عجمان على اللاعب عمر الزيني ولمصلحة اللاعب جانلوكا. بلال يوسف يلعب الكرة لميلوش، لبلال يوسف من جديد، يضطر للعودة لعلي الحسني. علي الحسني سنرى ما الذي ستفعل الخمس دقائق القادمة. عبد الله صالح من أمام عمر الزيني لكن تعود لعصام فايز، يرسل الكرة الساقطة باتجاه اللاعب وليد أزارو لكن بتتخلص. وليد أزارو مرة أخرى يستعيد الكرة، يلعبها لجانلوكا، سيرسلها عرضية لكن لن يجدك يا وليد أزارو، تنتظر هناك، يبعدها درامان إلى خارج أرضية الملعب، يبعدها إلى خارج أرضية الملعب إلى ركنية. نصف النهائي سيواجه الهلال السعودي، السيد كريسبو مرة أخرى من أجل الثار ما بينه وما بين الهلال، ولكن هذه المرة ستكون مع الزعيم يا كريسبو اطمئن. عموما كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء تتخلص من خالد عيسى، ترجع من جديد لمحمد إسماعيل،
يمر الكرة يرسلها للشيخاوي، بلاسيوس يضغط، ما زالت الكرة مع خالد الشيخاوي، يغير اتجاه اللعب على الجهة اليسرى ولكن مبعدة الكرة من سلطان الشامسي إلى رمية جانبية لصالح فريق نادي عجمان. 23 الآن يستعد للنزول، وهو اللاعب طبعا عبد الله عبد العزيز سيغادر وليد أزارو. وليد أزارو سيغادر، بالفعل غادر، ترك المكان للاعب عبد الله عبد العزيز. كرة ترسل عرضية على الجهة اليمنى، روكي مارسيانو يرجع الكرة على الجهة اليمنى، عادت لصالح فريق نادي عجمان عند عبد الله عبد العزيز. في أول لمسة عبد الله بيرجع الكرة للخلف، كرة لصالح فريق نادي عجمان. عصام فايز، عصام يفكر في إرسال كرة للأمام، عادت مرة أخرى في مكان ممتاز سعود سعيد، عرضية ولكن أيضا دفاعات العين، أيضا دفاعات العين تعود إلى جيالوكا. جيالوكا لسعود سعيد، عرضية من سعود ولكن بالمرصاد لاعبي فريق نادي العين. الأداء الهجومي المشترك والأداء الدفاعي المشترك والجماعية في الأداء اللي تميز فريق نادي العين في هذا الموسم. كرة اللعب تعود مرة أخرى لعبد الله عبد العزيز، عبد العزيز بيحاول يمر لكن سرعان ما يخسر الكرة، كرة إلى الأمام في مكان خطيرة، سفيان ممكن جول. الله، الجلاد الجلاد سفيان يضع الكرة في المرمى يسجل، لكن هنا راية، هنا راية، راية راية وتسلل، راية وتسلل يعلن عنها المساعد الأول لحكم المباراة السيد قيس الخديم، يعلن عن وجود راية وتسلل لسفيان رحيمي. لكن جلاد، شوف الكرباج اللي كان من سفيان رحيمي، شوف كيف لم يرحم فيه المرمى، سددتها قوية في مرمى علي الحوسني. هل كان في موقف تسلل من هذه اللقطة؟ الصعب انك تحكم اذا كانت وضعية التسلل حاضرة من عدمها، ولكن سفيان شوف التسديدة قوية قوية جدا، لا يمكن التصدي لها، وبالتالي الهدف الرابع، الهدف الرابع بيلغى بداعي التسلل، يلغى الهدف الرابع بأداء التسلل، ولكن ما زال حكم المباراة يطمئن على قراره إذا كان سليم. ما زال يتحدث لغرامة الفيديو، شوف اللقطة، شوف اللقطة الصعبة، صعبة أعتقد، نعم هدف، نعم سفيان، سفيان يسجل الرابع، سفيان يسجل الهاتريك، سفيان وهاتريك يسجل في هذه المباراة. الله الله يا زعيم، الزعيم يضرب في الصميم، سفيان يسجل الهدف الثالث له شخصيا والهاتريك في هذه المباراة. العلامة كانت فارقة مع الزعيم يا سفيان، أداء جميل وكربات جميل وتسديدة من أقوى التسديدات التي أراها يا سفيان، سكنت الشباك وكريسبو يتقدم بالرابعة هنا في معقل البرتقالي، هنا في معقل البركان. 4-0 4-0 صافرة وخطأ خلاص في الدقيقة الأخيرة، رباعية البرتقالي، رباعية الزعيم في مرمى البرتقالي، وفرحة جماهير العين الحاضرة من على المدرجات. 4-0 نتيجة كبيرة، نتيجة صعبة على فريق نادي عجمان أن تتلقى 6 أهداف في الدور الأول و4 أهداف في الدور الثاني، وتستمر المعاناة في اللقاءات التي لا تبتسم فيها البطولة للبرتقالي أمام عجمان، هنا في معقلة، هنا أمام جماهيره، هنا في معقل البركان يخسر مرة أخرى أمام الزعيم، يخسر مرة أخرى أمام الزعيم بالهدف اللي سجله طبعا سفيان رحيمي. أصبح الآن أقوى خط هجوم في البطولة الإمبراطور والزعيم، الإمبراطور والزعيم، الإمبراطور عنده 40 هدف والزعيم أصبح عنده 40 هدف، وبالتالي عنوان هذا الموسم الصراع الممتد والمستمر سيكون حتى النهاية ما بين الإمبراطور الوصلاوي والزعيم العيناوي. عودة الذكريات القديمة، الذكريات القديمة حينما كنت تترقب العين لابد أن تنظر أين مسار الإمبراطور في الجانب الآخر.
أيام مضت وذكريات مرت وكلاسيكيات مرت ما بين الزعيم والإمبراطور، وبالتالي سيكون لدينا أيضا مباراة كبيرة ستكون هي مباراة الموسم. مباراة الموسم ترقبوها منذ الآن ما بين زعيم العناوي والإمبراطور الوصلاوي هناك في استاد هزاع بن زاهين. كرة تلعب لصالة فريق نادي عجمان لعصام فايز على الجهة اليسرى. مباراة بإمكانها، الله الله يا جلوكا، خطيرة، تسديدة خالد عيسى يختبر في اللحظات الأخيرة ويتصدى. الكرة عادت من جديد، عرضية من جديد، محاولة ما زالت مستمرة. الهجمة المرتدة، المرتدة ستكون خطيرة، ولدينا انذار، انذار سيكون واضح تماما الانذار في اللقطة الماضية، وبالتالي حكم المباراة السيد محمد الهرمودي يعلن عن وجود خطأ في اللقطة الماضية وانذار لمن؟ لهذا اللاعب اللي واضح أمامنا في الصورة. إذا انذار على اللاعب عبد الله عبد العزيز، يتحصل على انذار. إذا كرة لصالح فريق نادي العين، سفيان رحيمي يلعب الكرة لإيريك، إيريك خاطئة من إيريك تعود الكرة له مرة أخرى. ممتاز الكرة والمحاولة من قبل اللاعب خالد البلوشي. خالد بيرجع الكرة للاعب كوماري، كوماري لعبد الكريم تراوري، عبد الكريم خاطئة من عبد الكريم لعصام فايز بمرر الكرة، لكن أيضا بتتخلص، تتخلص الكرة، يرجع يصحح خطأ في اللقطة الماضية. كوماري ترجع الكرة من جديد على الجهة اليمنى، عمر الزيني راح، عمر الزيني خطيرة، فرصة التنزيل لكن التصدي حاضر من المدافع، التصدي حاضر من المدافع، تتخلص الكرة من جديد لصالح فريق نادي العين، عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى. حاول بلاسيوس في الكرة الماضية أن يرسل الكرة باتجاه سفيان رحيمي لكن الكرة كانت بعيدة على سفيان رحيمي صاحب الهاتريك في هذه المباراة. أصبح عنده الآن 8 أهداف، 6 أهداف في 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 مرمى عجمان، وهدفين ساهم فيهم في مواجهاته أمام فريق نادي عجمان. خلاص لم يتبقى الكثير، 3 نقاط أخرى تضاف للزعامة، 3 نقاط أخرى تضاف لمشوار الزعيم في بطولة الدوري في هذا الموسم. الصراع يعود مرة أخرى والسباق يعود مرة أخرى ما بينه وبين الإمبراطور الذي يترقب على الجانب الآخر والمتصدر في الجانب الآخر، لكن هناك مباراة مؤجلة ستجمع ما بين الجزيرة والعين وبإمكانها أيضا أن تقلص الفوارق أكثر إذا ما استثمر العين مواجهة أمام الجزيرة المؤجلة. الكرة تلعب لصالة فريق نادي العين، نلعب في الثواني الأخيرة، جماهير بدأت تتغنى بليلة الانتصار، بليلة التفوق ب4 أهداف، لكن ما زال سلطان الشامسي يسدد والكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى، تحولت إلى ضربة مرمى. ملفات ستغلق الليلة يا عيسايلة، وستفتح ملفات جديدة ما بعد التوقف، ستواجه فيها واحد من الفرق التي تعاني معك في هذا الموسم والتي لا بد فيها من حسم. ستجمعك مع اتحاد كلبة، مع النمور في معقل النمور هناك في استاد اتحاد كلبة، بينما نادي العين عند محطات ستكون صعبة القادمة أمام الشارجة، وبعدها الكثير من المحطات على التوالي ستكون يعني فيها يعني حسم لمسيرته في هذا الموسم إذا ما أراد البطولة. كرة بتتخلص في وسط الملعب، خلاص الوقت الأصلي انتهى، لكن نلعب على صافرة حكم المباراة. لدينا خطأ لصالح فريق نادي عجمان، تلعب الكرة لسعود سعيد، سعود على الجهة اليسرى يرسلها لجيانلوكا، جيانلوكا ما زال يحتفظ بكرة، خلاص الوقت المحتسب بدل الضايع انتهى، نلعب على الوقت اللي يحتسبه حكم المباراة. عبد الله عبد العزيز عرضية ولكن إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس، ومعها أيها السيدات والسادة مشاهدينا متابعينا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية